باختصار كده قول لنا يعني ايه المبادره دي ومين اللي دفعك؟ عرفنا من الاول المبادره دي الاول. اتفضل. وانت ازاي قدمت المشروع ده للدوله؟ يعني دي قدمته لمين يعني؟ تمام فهمت. اتفضل. المشروع ده قدمته شخصيا لكل رئيس جمهوريه ترشح من اول المجلس العسكري، قدمته للمشروع وقدمته للرئيس المرسي وقدمته للرئيس الثاني منصور عادل، الرئيس المعزول المعزول اخضر، وقدمته للرئيس عبد الفتاح السيسي. فالرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالمشروع وبعت لي بركات شكر وقال لك قدم المشروع واستقبل المشروع وبعته للجهات المختصه. لا انت قدمته ازاي للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ معلش يعني اتفضل. اصل اي حد بيطلع معلش اي حد يقول لك انا قدمته للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمته ازاي من خلال القنوات الرسميه بالاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهوريه، ولا قدمته ازاي؟ لا يا فندم، رحت قصر العبدين قدمته رسم قصر العبدين، فحددوا لي الميعاد بقصر الاتحاديه اللي معاك مقابله مع الرئيس شخصيا. حددوا لك؟ حددوا لي المقابله اللي معاك. الكلام ده كان امتى؟ لا اتفضل يا فندم. الكلام ده كان امتى لما قدمت المشروع للرئيس؟ الكلام ده كان في 15/7/2016 15/7/2015 2015 فتحدد لي مقابله ان انا ايه اللي اتقابل المقابله مع الرئيس، فرحت للاتحاديه يا فندم. تمام. فرحت معاد اللي هم حددوا معايا الاتحاديه، فلما رحت الاتحاديه هناك قالوا انت ايه احنا عاوزين الورق بتاعك ال 20 30 ورقه دي تلخصهم لفرقتين اثنين عشان يتقدموا للرئيس شخصيا، هيخش على مكتب الرئيس وتقدموا له شخصيا. تمام. فرحت عملت الورق ده وقعدت برضه اعمل له اجتماع وعملت ورقتين، لخصت المشروع كله فرقتين وكتبوا وجابوا لي ظرف وقدمته وخدوا الايه للرئيس نفسه يتقدم عليه الرئيس. بعد كده جاي لي بركات شكر نشكرك على هذا. انت معاك ملف البركات ده؟ يا فندم، البركات تحت مع حضرتك يا فندم، تعرف الورق اللي حضرتك. بركات نشكرك على الجهد المبذول اهو، ورقم المقترح عندك بتقديمه يا فندم بس الجمهوريه ده البرقيه فوق. تحت فندم نشكرك على الجهد المبذول في وسط البرقيه. باسم سامي ورد الكتاب من رئيس الجمهوريه. انا هقراكم يا جماعه عشان بس ده كلام مهم جدا. لما اتكلم مع مواطن مقدم مبادره لينشئ بنك للشعب لحل ازمه 10 مليون مواطن تحت خط الفقر ويقبلوا منه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشكره مكتب الرئيس يشكره، البرقيه هيت رقم البرقيه 42 من الشمال 428 857. نوع البرقيه فرديه شكوى. ورد كتاب رئاسه الجمهوريه المعروض صورته والمتضمن مقترحات. مقدم الشكوى عفوا سامح الصياد عبد القوي علي، طبيعه الشاكي مواطن، الرقم القومي بتاعه المدينه بالاس، مش كده؟ تمام يا فندم. بالاس قريه بالاس خامس مركز بالاس ده اهليه. بالاس القطاع التوقيع والقوانين والدستور والانتخابات والمقترحات. القطاع تمام. المصدر رئاسه الجمهوريه. الاجراءات المتعلقه بالشكوى، ايه اللي تم في بحث هذه الشكوى؟ اعتبروها هم بيعتبروها شكوى يعني في الاصل يعني شكوى. ومعانا هيئه، يا ريت الكاميرا تجيب عليها بس يا جماعه عشان ايه هي بيقبلوها مقترح فندم. الكاميرا جابتها. طيب تمام مفيش مشكله. بس العرض الحالي يمثل مجموعه الاجراءات المتعلقه بالشكوى. العرض الحالي يمثل مجموعه اجراءات تم اتخاذها من الجهه المسؤوله عن متابعه الشكوى مرتبه من الاحداث من الاحزاب الاكبر. انا عايز اعرف بك، هو بيقول لك شكرا هو على امانه مجلس الوزراء. اتفضل بقى كمل. هي معانا البرقيه اهيت كجزء من مستند انت مقدمه لنا. اتفضل. المشروع يا فندم انا اقدم يعني مشروع لحل ازمه مصر كامل، بس قدمته مش على هيئه ايه ملفات مشاريع واحده. فقلت اول ازمه خالص نحلها اللي هي مشكله الدعم، فمشكله الدعم بتحل ازمه 10 مليون اسره تحت خط الفقر. ازاي يا فندم؟ انا عندي 20 مليون فكره بسيطه خالص، عندي 20 مليون بطاقه تموين ل 20 مليون اسره. بيعملوا 71 مليون مواطن بياخدوا دعم تموين. تمام. 81 مليون مواطن مصري بياخدوا دعم عيش. تمام. الدعم في الدوله 333 مليار. 334 مليار. 34 في حدود، مش هنتكلم ارقام عن 304. واخد بالك؟ انا باخد بس منهم 100 مليار للاسر، ال 10 اسره اللي يستحقوا الدعم. على هيئه يعني بشيل 10 مليون بطاقه اللي هم 30 مليون مصري اللي هم الاغنياء اللي دخلوا 10,000 جنيه 10 فدن ارض عنده مصانع عنده شركات اللي هو ما يستحقش الدعم. لان الدعم دي الفقير اللي هو الراجل اللي دخله 1000 جنيه او 1000 ونص مش قادر يكفي اسرته. فدي اللي محتاجه دعمه. واخد بالك؟ فهنا بشيل 10 مليون بطاقه اللي هو بتاع التموين اللي هم الاغنياء اللي ما يستاهلوش الدعم، وبسيب البطاقه ل 10 مليون اسره الفقراء بيعادلوا 40 مليون مواطن مصري. الدوله اللي بتعمل كده دلوقتي. ما هو الدوله اللي بتعمل الكلام ده. هيكله البطاقات وتصنيف البطاقات ودلوقتي واضافه المواليد وحذف غير مستحقين. الدوله بتعمل اللي انت بتعمله. تمام يا فندم. انا بقى الفكره بقى ثانيه بعملها بطريقه اكملها يا فندم عشان تكمل. ما كل وزير بياخد مني فكره بيعمل فكره واحده ايه وكل وزير بيكمل فكره، فانا مشروعي كامل. ايه الفكره بقى يا فندم؟ قلت دلوقتي يبقى في 100 مليار لل 10 اسره كل واحد معدي 1000 جنيه.
اللي سياده الرئيس قال لما جه قال كل اسره بتاخد مني 1000 جنيه يعني انت عايز تقتطع الله روح عشان نفهم انا افهم معاك انت عايز تقتطع من من 334 مليار بتوع الدعم 100 مليار تاخد منهم 100 مليار يعادل ب 1000 جنيه لكل اسره ال 10 من الاسر الفقراء تدي كل اسره 1000 جنيه 1000 جنيه ال 1000 جنيه يا فندم هو الاسره بتاخده بس مش منظم لا يا فندم اللي هو يعني نقدي لا يا عمر ما هي دي المشكله بقى اللي مشكله مصر كلها بقى في النقد اتفضل دي اللي انا عاوز اوصل لها بقى يا فندم دلوقتي انا قلت ال 1000 جنيه الدعم ده يا فندم ايه اللي هو 200 جنيه تمويل من اسره مكونه من اربع افراد 200 جنيه تمويل بياخد الوقت هي 600 جنيه في عيش الرغيف بنص جنيه بيقف على الدوله ب 60 قرش و 70 قرش دلوقتي بنص جنيه بيقف ب 300 جنيه يبقى ده 200 جنيه الدوله بتدعمه للمواطن و 200 جنيه تمويل ده 500 جنيه وبتدي له انبوبتين غاز الانبوبه بقى تقف 175 وباخدها 50 بياخدها ب 50 بس بتقف ب 125 على الدوله يبقى تقف ب 250 يبقى ده على ادم 250 يبقى 750 وبتدعمه الفرد ميه وكهرباء يبقى كده 1000 جنيه دعم للدوله رايح لكل بس الدعم ده رايح لكل الغني والفقير تمام انا بحوله بقى اللي هو اللي يستاهل الدعم اللي هو ال 1000 جنيه طب لو اجيت قلت نقدر الوقت وخدنا الناس خدت ال 1000 جنيه هنيجي نبص البضاعه الصبحيه كيلو السكر بقى ب 20 جنيه و 30 جنيه محدش ايه السكر السوق يبوظ لما الفلوس تبقى انا بقى حددت هنا بقى هنا المشروع بقى يا فندم حددت قلت يا فندم ال 200 جنيه اللي هم التموين اللي هم بتوع التموين حددتهم للفرد 6 ازاز زيت يبقى الفرد ليه 6 ازاز زيت عندي ليه 6 كيلو رز ليه 6 كيلو سكر ليه 8 كيلو رز كيلو زيت يا فندم دلوقتي الكيلو ب 14 جنيه في 6 ازايز بحوالي 90 جنيه او 100 جنيه و6 كيلو سكر في 9 جنيه او في 10 يعني اعاده التوزيع انت ال 1000 جنيه هتديهم حددت لي 200 جنيه حددت لي بقى السلع هتكون موجوده لازم من عندي في البقاله عندي عشان ما يحصلش تكسر في السوق السلع موجوده وحددتها له المواطن حب السلع اتحددت اهي حب ياخدها السلعه موجوده عنده في الـ في الـ في دكان البقاله او في البرعيه في البنك يعني لا ده البنك لسه كبير انا بتكلم بس على فكره بس اتفضل عشان الوقت بس ماشي يا فندم انا عايز اختصر ان انت مده مشكله كبيره هي مشكله الدعم كلها في الدوله دلوقتي